الطريق العام هي منا المكان الصحيح لأنك تطلع وتسرع عليها، لأنه هذا الشيء بعرض حياتك وحياة غيرك للخطر. في أماكن مخصصة بكل بلد فيك تنزل مارس هالهواية هيدي، لأنه بالنهاية السواقة على الطريق العام ما رح تقرب وتأخر، ما رح تعمل منك بطل. بينما إذا بتجي على الحلبات في إيفنتات دريفت، في إيفنتات أوتوكروس أو سبيد تست، فيك بسيارتك الخاصة تشترك فيها أنت، ما مطلوب منك تحضر وتجيب سيارة وتكاليف كتير عالية وباهظة أنك تتكلفهم، وبتقدر هونيك تمارس هالهواية بسلام، وتقدر تفرج عن مهاراتك. إذا عندك هالمهارات هيدي ممكن يجي ممول يتبناك ويعملك بطل مثل ما صايرة بغير مناطق. يعني صح، يعني السرعة سلاح ذو حدين، فهم كيف؟ مفيد إن الواحد زي ما ذكر عبده إنه هو يصير بطل منه، وممكن يصير بعيد الشر قتيل أو معاق أو مصاب من وراها إذا عملها في المكان الغير صحيح. أول شيء عمله مجرد ما أخش السيارة، مش عشان الطن طن طن ولا هذا الصوت حق الألارم، لا لا لا، أنا تعودت أربط الحزام. ليش؟ لأن أنا جالس بحس نفسي مهجول، دخل لفة حزام راح جاي راجع. أنت عارف إنه هذا السيت، المقعد اللي عم تحكي عنه، هو أكتر مقعد خطر داخل السيارة. أنا برأيي أهم إنك تحط حزام الأمان بهذا المقعد، يعني الباسنجر سيت بكل المحلات ضروري، بس هيدا كمان أكيد مهم 100%. هو أكتر شيء بضحك إنه وقت يقولوا لك إنه أنا بديع خلقي إذا حاطط حزام الأمان، أو بيجي على كتيبي، إنه واحد بيتعود له، يعني بدأ شوية عادي، كلنا كان نضيق خلقنا أو شيء، بس إنه بالنهاية هذا لحمايتنا، هذا يعني بالتحديد بيساعدنا بنسبة 43% من نسبة الحوادث هو السيت بلت. أهم شيء أرقام عم بتزيد، الحوادث عم بتزيد يوم بعد يوم، عم نسمع عن حوادث ما كنا نشوف مثلها، يمكن كمان داخل السيارة العالم عم تلتهي. تعرف شو أبشع شيء أنا عم شوفه؟ وبالليالي بالتحديد وقت أكون ماشي على الهاي واي بتلاقي أنت السيارة عم تقطع عنا، مضوى وجهه للدرايفر، مضوى وجهه لأنه الموبايل فاتحه وعم يشتغل على الواتساب أو عم يشتغل على شيء تاني. تعرف أنا شو رأيي عبدو؟ لازم شركات السيارات تحط داخل السيارة جهاز أو ديفايس تعمل تشويش، تشوش على تشوش على الواتساب 100%. لأنه إذا بدك تحكي صار عندك بلوتوث، بتحكي أنت مركز إيديك على المقود وما عندك مشكل، بس تشتغل واتساب هيك، أنا بشجع ورح بلش طالب.